مساء الخير واهلا بحضراتكم معانا في هذا اللقاء المتجدد مع من القاهره ومتابعات تتواصل مع حضراتكم من دلوقتي على شاشه قناه نيل الاخبار وحتى ما يقارب منتصف ليل القاهره. من ابرز عناويننا: الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني يبحثان الجهود الجاريه لتهدئه الاوضاع بقطاع غزه وانفاذ المساعدات الانسانيه العاجله الى اهالي القطاع. مفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا هي الوكالة الإنسانية الرئيسية في غزة، حيث يعتمد عليها أكثر من 2 مليون شخص من أجل البقاء على قيد الحياة، وبالتأكيد هذه مرآة عاكسة للوضع الراهن وكثير من التحديات والتطلعات في ذات الوقت، وهو الوقت الذي تدق فيه عقارب الساعة نحو مجاعة ربما تلوح في الأفق. أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق مسؤوليتها عن هجمات على 3 قواعد أمريكية بما فيها قاعدة على الحدود الأردنية السورية. ونتابع أيضا الجهود المصرية المبذولة المتواصلة من أجل وقف العدوان على قطاع غزة، وفي آن واحد أيضا إيصال المساعدات الواجبة إلى الأشقاء الفلسطينيين، إضافة إلى وقفة حوارية ثانية وموضوعها الأساسي عن التعاون ما بين إيطاليا ممثلة لأوروبا وبين القارة السمراء من خلال القمة الإيطالية الإفريقية، وأبرز المتطلبات من أجل تحقيق التعاون المنشود في مختلف المجالات. أهلا بكم من جديد. بحث السيد رئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الجهود الجارية لتهدئة الأوضاع بقطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة إلى أهالي القطاع. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الزعيمين لبحث الأوضاع المتوترة في المنطقة وبخاصة في قطاع غزة. وحذر الزعيمان من خطورة استمرار التصعيد العسكري بما يعرض الأمن الإقليمي لتهديدات متنامية، وأكد الجانبان أن إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية هو الضامن الوحيد لاستعادة الأمن والسلام الإقليميين. كما جدد الرئيس السيسي إدانة مصر للهجوم الإرهابي الذي تعرض له أحد المواقع على حدود الأردن مع سوريا، مشيرا سيادته إلى دعم مصر الكامل للأردن الشقيق وحرصها على أمنه واستقراره، وهو ما ثمنه العاهل الأردني في ضوء العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. توافق الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشار الألماني أولاف شولتز على أهمية حل الدولتين كأساس لاستعادة السلام والأمن والاستقرار بالمنطقة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من المستشار الألماني أولاف شولتز لبحث الأوضاع الإقليمية واتساع دائرة التوتر في المنطقة. واستعرض الرئيس السيسي خلال الاتصال الجهود المصرية المكثفة من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة والمبادرات المتعلقة بتبادل المحتجزين في هذا الإطار، وذلك بهدف توفير الحماية للمدنيين في القطاع، مشددا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي للضغط في اتجاه تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة. كما تناول الاتصال الجهود الرامية لوقف توسيع نطاق الصراع الذي تلمس المنطقة بوادره بما سيكون له عواقب وخيمة على الشرق الأوسط والسلم والأمن الدوليين. بحث الجانبين كذلك خلال الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وألمانيا على الأصعدة كافة. تلقى رئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وتناول مجمل الأوضاع في الشرق الأوسط وخطورة توسيع دائرة الصراع الجاري، حيث تم استعراض الجهود المصرية والإقليمية والدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإغاثية إلى القطاع بكميات كبيرة وبالشكل الذي يرقى إلى احتياجات الأهالي في قطاع غزة. وتناول الدور المحوري الذي تقوم به الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة في تقديم الدعم والإغاثة إلى أهالي القطاع، لا سيما من خلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، التي تم التأكيد على أهمية مواصلة تمويلها كي تتمكن من أداء دورها الإنساني. قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني إنه لأمر صادم أن يتم تعليق تمويل الوكالة كرد فعل على دعاءات ضد مجموعة صغيرة من الموظفين.
بالنظر إلى الإجراء الفوري الذي اتخذته الوكالة بإنهاء عقودهم وطلب إجراء تحقيق مستقل وشفاف حول ملابسات ذلك. وأكد لازاريني في بيان له اليوم الاثنين أن أونروا هي الوكالة الإنسانية الرئيسية في غزة، حيث يعتمد عليها أكثر من 2 مليون شخص من أجل البقاء على قيد الحياة، مضيفا أن الكثيرين يشعرون بالجوع في الوقت الذي تدق فيه عقارب الساعة نحو مجاعة تلوح في الأفق، وموضحا أن الوكالة تدير الملاجئ لأكثر من 1 مليون شخص، تدبر لهم الملاجئ وتعمل على توفير الغذاء والرعاية الصحية الأولية حتى في ذروة ما يجري في الوقت الراهن من أعمال عدائية. أعلنت وزارة الصحة في غزة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة قد ارتفع إلى 26,637 شهيدا، وأكثر من 65,387 مصابة. وأضاف مسؤول بالصحة الفلسطينية أن الاحتلال ارتكب نحو 14 مجزرة ضد المدنيين في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 215 فلسطينيا وإصابة 300 آخرين خلال 24 ساعة الماضية. في غضون ذلك استشهد 13 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مراكز إيواء نازحين في حي رمال بغرب غزة، كما طلب الاحتلال الإسرائيلي من سكان غرب مدينة غزة إخلاء مناطقهم فورا والتوجه إلى مأوي دير البلح جنوبا، وذلك بتزامن مع قصف طيران الاحتلال للمحافظات الوسطى من قطاع غزة بالأحزمة النارية. أعلنت كتائب القسام التابعة لحركة حماس أنها أطلقت رشقة من الصواريخ تجاه تل أبيب ردا على المجازر الإسرائيلية المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين، كما أفاد شهود عيان بسماع دوي صفارات الإنذار في مدن رئيسية ومستوطنات بوسط إسرائيل، وذلك للمرة الأولى منذ أسابيع. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الدفاعات الجوية اعترضت ما لا يقل عن 12 صاروخا من أصل 15. في غضون ذلك أمرت السلطات الإسرائيلية مواطنيها باتخاذ التدابير والاحتماء في الملاجئ، كما أوقفت حركة المرور. يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه معبر رفح البري فتح أبوابه بشكل يومي أمام حركة دخول مختلف شاحنات المساعدات الإنسانية والغذائية والإغاثية إلى قطاع غزة. وأفاد مراسل النيل الأخبار أنه تم إنفاذ عشرات الشاحنات من المساعدات الإنسانية عبر منفذ العوجة لقطاع غزة، في حين يتواجد أكثر من 2000 شاحنة أمام معبر رفح بانتظار الدخول لقطاع غزة. وأضاف مراسل النيل الأخبار أن مطار العريش الدولي استقبل العديد من طائرات المساعدات الإنسانية المتوجهة من مختلف دول العالم والمنظمات الدولية، كما تم استقبال عدد من المصابين الفلسطينيين عبر المعبر بمرافقة ذويهم من أجل تلقي العلاج اللازم في مستشفيات شمال سيناء. استشهد 5 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مداهمات نفذتها في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. ويواصل جيش الاحتلال عمليات الهدم والتدمير وحملات الاعتقالات الواسعة في عدد من مدن ومخيمات الضفة. نتابع. يوم دام تشهده مناطق متفرقة من الضفة الغربية، 5 شبان فلسطينيين استشهدوا في يوم واحد خلال مواجهات اندلعت إثر اقتحام جيش الاحتلال البلدات القديمة، ليرتفع عدد شهداء الضفة الغربية إلى أكثر من 378 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة بحسب ما أفادت الصحة الفلسطينية. الصحة الفلسطينية أعلنت أن 4 شبان ممن استشهدوا ارتقوا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدات دورا جنوب الخليل، في حين استشهد شاب خامس في سلود بشرق رام الله. تصاعد وتيرة العنف في الضفة الغربية جاء بعد اقتحام قوات الاحتلال البلدات القديمة بتعزيزات عسكرية كبيرة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلقت خلالها سلطات الاحتلال الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز والصوت. وبينما تواصل قوات الاحتلال جرائمها المتواصلة على مدار عقود وعلى غرار واقعة استشهاد الطفل محمد الدرة، ارتكبت جريمة شنعاء في منطقة خربة الدير ببيت لحم وأعدمت طفلا رميا بالرصاص ولم تسمح لطواقم الإسعاف في الوصول إليه. كما أغلقت قوات الاحتلال مداخل منطقة تقوع بالكامل وسيرت آلياتها وجرافاتها في البلدة وأطلقت قنابل الغاز والصوت في الأحياء والشوارع الضيقة، ما أسفر عن إصابة عدد آخر بالاختناق.
واستكمالا لنهج قوات الاحتلال في محاولة تأجيج العنف في الضفة الغربية من خلال مهاجمة المخيمات الفلسطينية لتدفع نحو حرب شاملة ضد الفلسطينيين بغرض تصفية القضية كلها، فقد واصلت عملياتها العسكرية اليومية في هدم وتدمير البنى التحتية لكل مخيمات الضفة الغربية، كما شنت حملة اعتقالات واسعة ليتجاوز عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية 7000 أسير. استنكرت الحكومة العراقية الهجوم الذي أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين في الأردن، ووصفته بأنه جزء من تصعيد يهدد الاستقرار الإقليمي، وحثت على إنهاء دوامة العنف، واتهمت الولايات المتحدة جماعات مدعومة من إيران في سوريا والعراق بتنفيذ الهجوم، وهو أول هجوم يتسبب في سقوط قتلى في صفوف القوات الأمريكية منذ اندلاع الحرب في غزة، والتي أثارت أعمال عنف في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وقال باسم العوادي المتحدث باسم الحكومة العراقية في بيان له أبدى فيه استنكار الحكومة العراقية التصعيد المستمر، وخصوصا الهجوم الأخير الذي وقع على الحدود السورية الأردنية، وأبدى المتابعة بقلق بالغ التطورات الأمنية الخطيرة الحادثة في المنطقة. كما أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق مسؤوليتها عن هجمات على 3 قواعد بما في ذلك قاعدة على الحدود الأردنية السورية. أفادت مصادر بوقوع قصف إسرائيلي على مقر تابع للحرس الثوري الإيراني في جنوب العاصمة السورية دمشق، وأوضح المرصد السوري أن الغارة استهدفت مقرا لقوات مدعومة من إيران في منطقة السيدة زينب بدمشق، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص. يبدو أن نطاق الصراع في الشرق الأوسط بات يتمدد منذ تصاعد الأحداث في 7 أكتوبر بين الإسرائيليين والفلسطينيين، فبعد أن دخل حزب الله والجنوب اللبناني سريعا على خط المواجهة، وكذلك جماعة الحوثي في اليمن، يبدو أن سوريا ستكون أحدث حلقة في هذه الأحداث المتوالية، حيث استهدف قصف إسرائيلي مقرا تابعا للحرس الثوري الإيراني في جنوب العاصمة السورية دمشق، ما أدى إلى سقوط 10 قتلى. مصادر سورية أفادت أن الغارة استهدفت مقرا لقوات مدعومة من إيران في منطقة السيدة زينب بدمشق. يأتي ذلك بعد أقل من يوم على هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة أمريكية في شمال شرقي الأردن قرب الحدود السورية، ما أدى إلى مقتل 3 جنود أمريكيين. كان 13 شخصا قد قتلوا، بينهم 5 مستشارين في الحرس الثوري في غارة إسرائيلية في دمشق السبت الماضي، عندما استهدفت الغارة حينها مبنى في حي المزة غربي دمشق، حيث تتواجد مقر أمنية وعسكرية سورية وأخرى لقيادات فلسطينية وسفارات ومنظمات أممية. وفي أواخر الشهر الماضي قتل القيادي في الحرس الثوري رضا موسوي قرب دمشق، وفي مطلع الشهر الحالي اغتيل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العروري في ضاحية بيروت الجنوبية، والقيادي وسام الطويلة في جنوب لبنان في عمليات نفذتها إسرائيل.